السلام عليكم، حياكم الله نود في مقطع ثاني. نايف سينسي معاكم، رجعنا لكم في بلاك ديزرت. بداية الحلقة بس اذكركم اذا انت مشاهد جديد يا ريت تمس زر الاشتراك، واتمنى اذا تقدرون تشتركوا في مواقع التواصل الاجتماعي اكون شاكر لكم. نزل تحديث جديد بالامس، واهم حاجة نزلت اللي هو النوفر. نوفر اللي هو بوس جديد في الديزرت في الصحراء، اوريكم علامة النوفر وين، وهذا هو. طيب نوفر زيه زي كازاركا زي كاتوم وورد بوس، وينزل في فترات محددة. راح أعرض لكم الصورة، طبعا الصورة بتوقيت السعودية. صراحة أشكر واحد من الشباب في الجيد عندنا ما شاء الله عليه، دائما إذا في توقيت جديدة يحول لنا التوقيت من الأوروبي للسعودي. فهذه هي الصورة زي ما شايفين هنا، راح أحط لكم الرابط برضو في الديسكريبشن إذا حاب تحفظ الصورة علشان ما تفوت أي نوفر أو أي بوس ثاني. طيب بحكم ان النوفر جاء لازم نعرف كيف نطلع النولج تبع البوس هذا. ايش فايدة النولج؟ تكلم عن هذا الشيء من اول. النولج انه راح يزيد لما تجيب اس تقدر يزيد لك فايدة في الدروب ريت تبع النوفر. سي والبي والاي هذا تفيدك في الهجوم والدفاع او الضرر ضد البوس هذا. العموم اول حاجة لازم تكون في البازار. البازار زي ما انتم شايفين هذا هو البازار هنا. طيب انت في البازار تمشي لين ما توصل عند الواحة هذه اللي اسمها ابيلاب واسيس على ما اظن. فانت صراحة الطريق من هنا الين هنا بسيط، كل ما عليك شيل جملك هذا وامشي لين الواحة هذه. بعد ما توصل الواحة هنا تيجي عند الرجال هذا تبع الاسطبل وناخذ الكويست تبعه. Would there be a better fighter than me here? اوكي دحين نحاول نمشي على الكويست. طبعا زي ما تعرفون انه في الصحراء ما تقدر تشوف نفسك، فانا ايش اللي اسوي؟ احذف المهام اللي عندي كلها، المهام الجانبيه من الجانبيه هذه احذفها كلها وخلي بس المهمه الرئيسيه. لو تلاحظ في الخريطه في سهم ابيض يعلمني وين طريق المهمه، فانا اتبع هذا السهم راح يوصلني وين هو يبغاني بالضبط. وين هو يبغاني بالضبط؟ ما ادري وين يبغاني بالضبط صراحة، اني اول مرة اسوي الكويست هذا، لكن نحاول نمشي مع السهم. اوكي يبغاني اروح هنا، فنحاول نمشي مع السهم الابيض هذا الين ما نتبع. راح اساعدكم بطريقة على السريع علشان بس ما تضيعون، فخليكم على المشي. طيب وصلنا لأول مكان. طبعا حاب أذكركم بس إنه في الصحراء يكون في ديباف، في النهار تشرب موية وفي الليل تشرب الشاي، فتأكد إنك تجيب هذه الأشياء. لكن الأسبوع هذا في إيفنت إنه ما في أي ديباف في الصحراء، فما أحتاج لهذا الشيء. طيب وصلنا لأول منطقة كونوكوز جورنال. طيب نأخذ الكرات جورنال وما أدري إيش يبغانا نسوي الحين. طيب نشوف إيش يبغانا نسوي بالضبط. ما ادري ايش يبغاني اسوي بالضبط صراحه. خليني افتح باكس بيرت. طيب لا ممكن نرجع للصبل، خلينا نشوف الماب. يب يبغى نرجع جهه الواحه عند الاسطبل، خلينا نرجع. طيب رجعنا، خلينا الحين نشوف ايش المهمة اللي بعدها. I miss the times I drifted the world freely. Find there was nothing in my way. In the desert near the oasis. طيب يبغانا برضو ندور على كتاب ثاني. فتلاحظون هذا هو السهم الابيض موجود قدامنا. نفتح الماب ونشوف وين بالضبط. اوكي موجود هنا. قريب. يلا ناخذ الجمل ونمشي. Thank you.
طيب ضيعنا شويه قبل شويه في الطريق هذا، لكن لقينا مشكله. اوكي نتوقع نرجع برضو مره ثانيه. يب نرجع الواحه. يعني كل الشغل بس ادور على كتاب في الصحراء وارجع الواحه، ادور كتاب وارجع الواحه. Okay, سلم المهمة ونشوف ايش باقي. I missed the times I drifted the world freely. Okay, كذا سلمت المهمة واجانا النولج تبع النوفر. طيب بعد ما طلع النولج الحمد لله انا جاني اي، للاسف ما جاء اس، لكن اي احسن من لا شيء. بعد ما لقينا النولج راح استعرض الموقع، لكن قبل ما نبدا الموقع لازم تكون في البازار علشان نمشي ونشوف الطريق بالضبط وين. فنرجع البازار ونرجع لكم. هنا احنا في البازار وهذا الموقع النوفر راح استعرض لكم بعد شويه. اوكي هذا هو البازار، هنا تمشي مع الخط ذا. اوكي الين وتشوف الورد بوس هنا، هذه علامته. طبعا عارفين انه لما تخش الصحراء ما راح تظهر علامتك في الخريطه، يعني ما راح يعلمك انت وين بالضبط. لا تنسى تجيب لك مويه وشاي بس عشان الديبف. فركزوا معي، شوي صعب اني اوصف المكان لكن راح استعرض لكم وان شاء الله انكم تعرفوا، فخليكم مع الموقع. اوكي هذا شايفين الجبن هنا، هذا علامه انه في واحد موقع نوفر راح يكون هنا. هذه هي الهضبه الاخيره. كيف اعرف نوفر انه في زي العظمه موجوده هنا؟ يب هذه راح يرسمون ان شاء الله هنا، فننتظر ونشوف اذا رسمون فعلا هنا او لا. زي ما قلت لكم ما في اي حاجه يعني دليل واضح او علامه واضحه، لكن اللي اعرفه انا انه تعدينا الهضبة الكبيرة اللي اول شفتوها قدامنا هنا، والجبال هذه تكون بهذا الشكل هنا قربها. فان شاء الله انكم ما تضيعون. اوكي تصحيح بسيط بس، المعلومية هذه العظمة الخطأ، المكان قريب جدا من هنا. كان تذكرون وقفت انا الجمل هنا، كل ما علينا انه نمشي شوية لقدام هنا. قريب مرة من هنا يعني خطأ بسيط فاعذروني، وراح يكون موجود هنا عند العظمة هذه. العظمة هنا ويكون فيها زي الجوبلن هذا، تقدر تسوي عليه انتراكت. فهو ان شاء الله راح يرسب هنا، خلونا ننتظره. Oh!
Go!